بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي الكريمات في هذا اللقاء، في هذه الأمسية مع الدكتور لؤي صافي في عنوان جميل ومفيد أعتقد جدا، وهو موضوع تجربة المعهد العالمي للفكر الإسلامي. هذا المعهد الذي استفدنا من كثير من أطروحاته وكتبه، والآن الحمد لله أصبح الشباب والشابات يهتمون بالشأن الفكري كثيراً، فأعتقد أن الوقوف على هذه التجربة التي يعني صرف فيها من الأموال والجهود وسخرت فيها من العقول الشيء الكثير، فمن الجيد جداً الوقوف على هذه التجربة. ضيفنا الدكتور لؤي صافي حفظه الله شغل منصب المدير التنفيذي لهذا المعهد من عام 1994 إلى عام 1998، 4 سنوات، عندما كان يدرس في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور في ماليزيا. محاور المحاضرة التي أخبرني بها الدكتور حفظه الله، أول محور سيتكلم الدكتور عن نشأة المعهد ورسالته، ثم سيتكلم عن نشاطات المعهد، ثم سيتكلم عن العقبات والتحديات. طبعا ضيفنا الدكتور لؤي ما شاء الله من المعروفين، خريج هندسة مدنية، لكن في الماجستير والدكتوراه تخصص في العلوم السياسية في جامعة في أمريكا، وهو سياسي سوري ومناضل ثوري مهتم بشأن الحضارة و النهضة والتحول الديمقراطي وإحلال السلام. له كتب كثيرة بالاشتراك مع مؤلفين آخرين: الإصلاح في سوريا، مستقبل الإسلام، 11 من أيلول، جذور أزمة المثقف العربي. انفرد بالتأليف بمجموعة كتب قيمة: العقيدة والسياسة، إعمال العقل من النظرة التجزئية إلى الرؤية التكاملية، الحرية والمواطنة والإسلام السياسي، التحولات السياسية الكبرى وقضايا النهوض، الرشد السياسي، كتاب ديوان شعر، عنده كتاب الإنسان وجدلية الوجود والوجدان، كتاب الشريعة والمجتمع، من أواخر ما أصدر الدكتور لؤي الفكر والنهوض، وهو عاكف على عدة مؤلفات أخرى من الناشطين حفظه الله تعالى ونفعنا به. دكتور تفضل، معكم 40 دقيقة وأكثر بقليل، لا مشكلة، كلنا آذان صغيرة، ثم نفتح إن شاء الله مجال للإخوة لمن أراد أن يسأل أو يقوم بمداخلة. بإذن الله. السلام عليكم جميعا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء لنتدارس ونتناقش حول موضوع أعتقد مهم اختاره مركز رؤية، دكتور حذيفة أراد أن يثير هذه المسألة، هذه المؤسسة المهمة، والتي على علمي لم يصدر حولها أي كتاب حتى الآن، مع أنها تجربة قيمة ومهمة ومليئة بالدروس. وقد لا أكون أنا أفضل من يتحدث عن المعهد، طبعاً علاقتي بالمعهد حميمة وقديمة، ويعني له أفضال علي، وتفاعلت معه لفترة طويلة وحسبت عليه وحسب علي. طبعاً أنا حالياً من حوالي تقريباً 15 سنة بعيد عن دوائره، لكن متابع له. لكن أحببت أن أقدم لكم طبعاً رؤيتي، لعل مركز رؤية يعني يستضيف آخرين، لعل ممن يفيد في هذا المجال دكتور فتحي الملكاوي الذي شغل يعني مهمة المدير الإداري لفترة طويلة، أعتقد ترك قبل سنة أو أقل. لكن هي رؤى، كل إنسان يرى المؤسسة وتجربتها من زاوية. لنبدأ، طبعاً أنا أريد أن أتحدث على 3 نقاط خطوط عامة أساسية. الأولى حول نشأة المعهد ورسالته، يعني لماذا نشأ المعهد وماذا يريد
يعني ماذا قدم وما هي الأفكار الأساسية التي حملها للناس. ثم انتقل الحديث عن نشاطات المعهد، وأعتقد نشاطاته كانت مهمة جداً وتركت أثر كبير، وحديث أيضاً على بعض العقبات والتحديات. قد أخلط هذه المحاور ببعضها، يعني هي ليست بالضرورة بالتسلسل الذي ذكرته، لكن هذه المحاور الرئيسية قد تتوازى في بعض الحديث وقد تتقاطع. بالنسبة لتأسيس المعهد، تأسس المعهد عام 1983، ومركز الأول كان في قرية قريبة من العاصمة الأمريكية اسمها هيرندن، يعني طبعاً قرية بالمفهوم الأمريكي، يعني هي بلدة صغيرة لكنها يعني فيها كل المتطلبات، يعني وهي ضاحية من ضواحي واشنطن. والذي أسس مجموعة طبعاً في تلك الفترة كانوا من الشباب، يعني بعضهم من قضى نحبه وبعضهم من ينتظر. أهم الأسماء المؤسسة، ثلاثة من المؤسسين كانوا أساتذة جامعيين أكاديميين اختصاصهم في مجال الفكر، والثلاثة الآخرين كانوا مهندسين لكنهم مهتمين بالفكر اهتمام كبير أيضا. الأساتذة الجامعيين إسماعيل فاروقي، تعلمون أنه توفي قبل تقريبا 20 سنة أو لعله أكثر بقليل، وقتل، يعني توفي اغتيل هو وزوجته لمياء الفاروقي، أيضا هي كانت أستاذة في الفنون. ثم من المؤسسين عبد الحميد أبو سليمان، وهو أعتقد مقيم الآن في السعودية، هو أصله سعودي وأستاذ كان في جامعات المملكة. طه جبل العلواني توفي قبل 2 سنين. جمال برزنجي، هؤلاء الثلاثة أساتذة ربما تعلمون تسمعون عنهم، إسماعيل فاروق، عبد الحميد أبو سليمان، وطه جبل العلواني. ثم المهندسين ثلاثة، جمال برزنجي وهشام الطالب وأحمد توتنجي. أربعة من هؤلاء من العراق، وكما ذكرت دكتور الحميد من المملكة، وإسماعيل فاروقي من فلسطين الأصل لكنه طبعا هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاش معظم حياته فيها. اختيار أمريكا لتأسيس المعهد طبعا كان له سبب، وهو وجود مساحة من الحرية. هذه المساحة طبعا ضاقت قليلا مع التطورات خلال العقدين الماضيين، لكن لا زال هناك مساحة من الحرية كافية لعمل المعهد، ولا زال ناشطا اليوم. يرأسه اليوم هشام الطالب، دكتور هشام الطالب، وترأسه بالتسلسل إسماعيل فاروقي، عبد الحميد أبو سليمان، طه جبل العلواني وجمال برزنجي، ترأسه بالتسلسل، والآن هشام الطالب هو رئيس المعهد. لماذا أنشئ المعهد؟ طبعا المعهد، من يعني سمع عن المعهد ويعرف عنه شيء ربما ارتبط اسمه لفترة طويلة بعنوان إسلامية المعرفة، وهو الشعار الذي حمله، سأتحدث قليلا عن هذا الشعار. لكن الغاية من تأسيس المعهد هو الارتقاء بالفكر الإسلامي، يعني تحويله من فكر يعني هو يقوم على روايات تراثية، روايات ما أبدعه المتقدمون، إلى عمل علمي وفكري لإنشاء جيل من المفكرين العاملين الفاعلين الذين يجتهدون ينظرون في قضايا مجتمعاتهم وقضايا الأمة والتحديات التي تصيب، يعني تصيب الحالة الإسلامية اليوم. يعني المجتمعات الإسلامية كلها تواجه تحديات كبيرة مختلفة، وأعتقد أكبر تحدي هو التحدي المعرفي،
المعرفي، يعني تراجع المعرفي للأمة الإسلامية بكل يعني بكل مساحات الجغرافية، أمر لا يخفى على أحد. كان هناك منحنى من التراجع بلغ أوجه، أو ربما بلغ القاع لنقل في القرن الماضي، في بداية القرن الماضي. في تلك الأيام كان النسبة الأمية في سوريا يعني عند الاستقلال، مش قبل الاستقلال يعني في بداية الاستعمار، كانت نسبة الأمية 70% في سوريا، يعني معظم الناس لا تقرأ ولا تكتب. فهناك تراجع معرفي. الحمد لله اليوم الأمية تراجعت كثيراً، ربما هي طبعاً تراجعت قبل الثورة، ما ندري اليوم. اليوم تواجه طبعاً سوريا والبلاد العربية، اليمن والعراق، تحديات أيضاً تعليمية ومعرفية بسبب الفوضى السياسية. لكن هذا التراجع أثر، وبالتالي تحول معظم المفكرين أو أصحاب المعرفة المثقفين تحولوا إلى يعني مقلدين، دائماً ينقلوا ويقلدوا الأجداد. وطبعاً لا، هذا ليس عيب أن يقلد الإنسان، طبعاً كلنا يقلد في مجال المجالات، لكن أن يقلد العالم الذي يعول عليه لتطوير المعرفة وتقديم مادة جديدة تتفاعل مع واقع متغير، طبعاً هذا عيب. لكن التقليد لا أحد يعني يستطيع أن يجتهد في كل شيء، كلنا مقلدون في مجال من المجالات، لكن لابد أن يكون بعضنا متفرغ ويعطي وقته وجوده لتطوير المعرفة وربط كليات الرسالة بالواقع التاريخي المعاصر، وهذا أمر مطلوب. فإذا التحدي كان هو غياب هذا الواقع وغلبة التقليد. التقليد طبعا غلب على الجميع، ليس فقط على المتدينين، لكنه أيضا غلب على من يعني من تعلموا وحصلوا على درجات الدكتوراه والماجستير، سواء كانوا يعني إسلاميين متدينين محافظين أو كانوا علمانيين، كله يقلد. المسلم المعتز بتراثه يقلد من كان في الماضي. فإما تقليد للعلماء المتقدمين في التراث الإسلامي، أو هو تقليد للغربيين، يعني التقليد من الجهتين، العلماني يقلد الغرب والإسلامي يقلد الآباء والأجداد، وهذا طبعاً هو جزء من التحدي الذي واجهنا اليوم. وهذين طبعاً هذا الانقسام إلى هاتين المدرستين ولد أزمة فكرية، وهذا كان منطلق المعهد. إذا المعهد بدأ نشاطه لتجاوز الازدواجية المعرفية في العالم الإسلامي، وانقسام المفكر إلى مفكر يدرس الشريعة ويختص بها، وإلى مفكر يدرس علوم الإنسان وعلوم الاجتماع ويختص بها، دون وجود أي رابط بين هذين يعني فريقين. طبعاً هذه مشكلة كبيرة، لأن الذي لا يعرف تراثه لن يكون إلا يعني أداة في يد من يتعلم عنده من الآخر، وهذا الآخر طبعاً لفترة طويلة ولا زال إلى اليوم يرى كثير من هذه المجتمعات العربية والإسلامية بأنها يعني دون المستوى المطلوب، وأن خلاصها ونجاتها هو في تحولها إلى ثقافة غربية بحتة. فبالتالي من لا يدرك تراثه يمكن أن يقع في إشكاليات كثيرة في فهمه حتى لعلم النفس وعلم السياسة وعلم الاجتماع، لأنه هذه العلوم تبدأ من ما نسميه مسلمات، يعني ما في علم يبدأ إلا من مسلم، وهذا المسلم ما ورائه، بمعنى أنه مسلم سابق على التفكير. نحن نفكر لكن انطلاق من جبهة مسلمات، بعض هذه المسلمات تتعلق في تصور معنى الوجود،
وغاية الإنسان، وبعضها يتعلق بالقيم. ما هي القيم الحاكمة للإنسان؟ ما هي القيم التي يجب أن يعتمدها الإنسان لتنظيم شؤونه الخاصة والعامة؟ فإذا المعرفة الاجتماعية والإنسانية لا يمكن إلا أن تبدأ بمعرفة قبلية غيبية، معرفة حول الطبيعة الإنسانية، هل الإنسان خير أم هو شرير أم هو حالة بين الحالتين؟ هناك طبعاً إحدى المدارس المهمة اليوم في العلاقات الدولية تسمى المدرسة الواقعية، وهذه مدرسة تنطلق من فكرة أن الإنسان شرير بطبعه، وأن لذلك لا يمكن الثقة به إلا من خلال غربلته وإدخاله في ثقافة معينة. وبالتالي المدرسة الواقعية الغربية هذه التي تحكم التفكير الدولي اليوم، هذه المدرسة تنطلق من مسلم أن الإنسان يعني يغلب عليه الخطأ، وهذه طبعا فكرة تتعلق بالرؤية الكاثوليكية بالمناسبة، أن الإنسان عندما خرج من الجنة وأتى إلى الأرض فقد عصى، وهذا هو الأصل، أن الإنسان عاصي إلى أن يتوب. طبعاً هذا نوع من التفكير حول الإنسان يولد نظريات، وكما لاحظنا مثلاً في نظرية يعني مدرسة الواقعية السياسية، وهي مدرسة الغالبة، وهي في رأيي سبب كثير من التوترات السياسية في العالم بسبب هذه الفرضية. فإذا هذا هو كانت نقطة البداية، أن هناك حاجة لأن يتم البحث في نوعين من المعارف في آن معا. النوع الأول معارف تتعلق بالمعنى الكلي للإنسان وللحياة. ما هي القيم؟ أين نأتي بالقيم؟ هل نذهب مع المدرسة الوضعية ونقول أن القيم هي ما هو سائد في المجتمع، هذه هي القيم؟ وإذا فعلنا هذا هل يمكن تطوير المجتمع؟ لا يمكن. إذا كان مجتمع فاسد وقلنا هذه القيم، مثل قيمة الحلال على الشاطر مثلا، طبعا المجتمع سيبقى فاسد، يعني بكل حتى المتدين فيه إذا آمن بفكرة أنه في الحياة العامة حلال على الشاطر انتهى، لن يتم تطوير لهذه الحياة، ستبقى دائما عبارة عن شطارة، وليست هي مجتمع يقوم على مبادئ وقيم وقوانين تقوم على هذه القيم، لأن القانون إذا لم يحاكي قيم اجتماعية سائدة وثابتة هذا قانون حبر على الورق، لا يمكن أن يطبق ولن يطبقه أحد. فإذا هذه المشكلة كيف نتغلب عليها؟ جاءت فكرة التكامل المعرفي. إذا طبعا تحدثت أنا عن الحداثي، من يدرس العلوم الإنسانية. طبعا إذا انتقلنا للتراثي، من يدرس فقط العلوم التاريخية الإسلامية، الفقه والحديث طبعا هذا عنده مشكلة. المشكلة الأولى أنه لا يتقن تماما المنهجية الفقهية التاريخية نفسها، يعني تم مع تراجع المجتمع علميا انتقلنا من فقه الشاطبي والسبكي وابن عبد السلام إلى عدنا مرة أخرى للقرن الهجري الأول والثاني، عدنا لفقه الشافعي، وليس مثلا الشافعي. طبعا العز بن عبد السلام كان شافعيا من حيث المذهب، لكن في بون شاسع بين معرفته والمنهجية التي طورها والنظام الذي طوره ومعرفة الشافعي على مكانته العلمية وإسهاماته المهمة في تطوير الفقه. فإذا نحن أمام أيضا صنف من المتعلمين الذين اقتصروا في علومهم على علوم التراث، وهم غير قادرين على تطبيقها في الحياة العامة، لأنه ما درسوا المجتمع، ما درسوا الاقتصاد، ما درسوا طبعا حتى الذي درس الاقتصاد درس فقه المعاملات سمى اقتصاد. طبعا هذا لا يكفي، لابد من فهم الاقتصاد المعاصر، حتى ولو أردت أن تنقده لابد أن تفهمه أولا. نفس الشيء في السياسة، نفس الشيء في علم النفس، نفس الشيء في علم الاجتماع، ليس هناك دراسات منهجية في الكليات الشرعية. طبعا تطورت قليلا خلال العقود الماضية، لا زال هناك حاجة لتطوير أكبر بكثير، لكن في الأصل كان فقط معظم من يحصل على شهادة الدكتوراه كل ما يحتاجه أن يحقق
مخطوط، خلاص صار يعني في الدرجة العليا من المعرفة. فإذا المشكلة كانت في هذا الانقسام الفكري أولاً، الذي طبعاً يتلوه انقسام ثقافي، لأنه الفقهاء يعلموا فئة من الناس معرفة معينة تتناقض مع ما يعلم من درس العلوم الحديثة، وهكذا المجتمع أيضاً حاكى انقسام الفكري، صار في انقسام اجتماعي، وهذا الانقسام نحن نعيشه لازلنا اليوم، طبعاً مع تحسن قليل عما كانت الأمور عليه قبل مثلاً عندما كنت أنا شاب مثلاً قبل 40 سنة 30 سنة، اختلفت الأمور قليلاً. كيف نتغلب عن هذا الفصام بين التراثي والحديث؟ كانت الفكرة في التكامل المعرفي، أن هناك حاجة إلى تطوير مهارات معرفية وأيضاً مضامين معرفية ترتبط بهذين الجانبين، والسعي لعملية تركيب عملية تركيب إبداعي. يعني أنت إذا تعلمت العلوم الحديثة على أصولها وليس فقط قرأت كتابين هكذا بسرعة، لكن فهمت وأصبحت بارز فيها، ومن هو قادر على تقديم أيضا معرفة جديدة فيها كما فعل مثلا الغزالي عندما درس الفلسفة، لم يدرسها هكذا دراسة سطحية لكنه درسها بعمق وقدم نقدا عظيما لها استفادت منه الأجيال اللاحقة كلها، حتى الغرب استفاد من هذا النقد المعرفي للمعرفة الماورائية، يعني معرفة الغيب، محاولة استخدام العقل لمعرفة الغيب. هذا كان النقد الأساسي للغزالي، وهو نقد عميق جدا، أظهر من خلاله أن كل العقائد هي ظنية، أي عملية فكرية لتطوير معرفة فهي ظنية، لا يمكن تكون يقينية. اليقين هو دائما في الكليات، في المعرفة الكلية وليس في معرفة جزئية، خاصة إذا كانت تتعلق بالغيب. كل جزء يتعلق بالغيب فهي معرفة ظنية وليست قطعية. طيب خليني إذن انتقل الآن المنهجية التي إذن الهم الأساسي للمعهد كان هو توليد انتقال من التقليد إلى الاجتهاد، وهذا يتطلب إعداد جيل جديد من الطلبة والمتعلمين، وأيضا محاولة رأب صدع بين ما هو تراثي وبين ما هو معاصر، لأن المعرفة المعاصرة دون تراث هي معرفة تفتقد القيم وتفتقد الرؤية الكلية التي تتناسب مع الرؤية الإسلامية. وإذا طبعاً ذهبت باتجاه المعاكس للفقهاء الذين لا يفقهون آليات عمل المجتمعات الحديثة، لم يدرسوا علم النفس، لم يدرسوا علم الاجتماع، علم السياسة، لأنها طبعاً هذه علوم يعني علوم كفار. هذه أيضاً إشكالية طبعاً المعهد حاول أن يتعامل معها، والتعامل معها كان بسيطاً، أن ندخل في نقد منهجي لما هو تراث ولما هو حديث، التراث والحداثة. النقد المنهجي يغربل ما هو كلي وأصيل مقابل انتقال من زمن إلى زمن، وما هو جزئي وخاص فهو إذن ابن زمنه لا يمكن نقله إلى زمن آخر. وهذا يتعلق بالطرفين، بالطرف الغربي والطرف الشرقي، بالإسلام وبالغرب. طيب كيف نفعل هذا؟ الفكرة كانت هو تجاوز ازدواجية النظام التعليمي، أنك عندك نظام تعليمي طبعاً في سوريا في إغراق، في كما تعلمون في بعض المتخصصين في علوم الشرع يبدأوا تعلمهم بالعلوم الشرعية في المرحلة حتى الثانوية بعد ما وصل المرحلة الجامعية، وهذا طبعاً يجعل يركز في كل معرفته على القضايا التراثية، يعني الحديث والفقه والتفسير، وهذه العلوم بالتأكيد هي علوم تاريخية، هو تاريخ الفقه والفقه التاريخي والتفسير التاريخي
حديث لكن دون طبعا إدراك معنى نقد المتن، لأن نقد المتن يحتاج طبعا إلى تطور معرفي كبير يتعلق أيضا بفهم الواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي. فإذا الطريقة المثلى هي في إنهاء ازدواجية التعليم، أن يكون الطلبة قادرين على فهم التراث وفهم العلوم المعاصرة في آن معا. الآن هذه العملية التكامل المعرفي كانت تسمى حتى سنتين مضيتا كان المعهد يسميها إسلامية المعرفة. وطبعا إسلامية المعرفة كان هناك إشكال حولها، لأنه يعني معظم من يقرأ هذه العبارة إسلامية المعرفة يعني يخيل إليه أن نتحدث عن معرفة خاصة بالمسلمين ومعرفة خاصة بغير المسلمين، وهذا طبعا كلام غير دقيق، لأنه المعرفة في الأصل هي منهجية تفكير ومادة للبحث من خلاله وتطوير يعني مصادر معرفية ومنهجية تفكير. أنا شخصيا لم أستخدم هذه العبارة في شيء أي شيء كتبته، كنت أفضل عبارة التكامل المعرفي، واليوم هناك استخدام واسع لهذه العبارة التكامل المعرفي بدلا من الحديث عن إسلامية المعرفة. لننتقل للحديث عن نشاطات المعهد، وهذه النشاطات كانت تهدف كما قلت لتحقيق رسالته، وهي إيجاد تركيب إبداعي لما هو تراثي وما هو معاصر من خلال عملية نقد منهجي. والنقد كما تعلمون هو الأساس في التطور المعرفي عبر التاريخ عند المسلمين وعند الصينيين وعند الغربيين وعند أي إنسان يمتلك عقل، لأن النقد مثلا نحن عندما نقرأ تاريخ الفكر نقرأ فقط أسماء من انتقد القصور وبين القصور ثم قدم معرفة جديدة. هناك ربما مئات آلاف العلماء في تاريخنا، لكن نحن نذكر منهم عدد قليل، وهؤلاء كانوا في زمنهم دائما موضع جدل. يعني مثلا من الأسماء اللامعة الشافعي كان موضع جدل، وكاد أهل مصر يقتلوه بسبب نقده لمالك. أبو حنيفة كان موضع جدل، يعني ما في عالم، الغزالي كموضع جدل، السبكي كموضع جدل، ابن عبد السلام، الشاطبي أيضا ضيقوا عليه. ما في عالم من هؤلاء الذين برزوا وقدموا لنا معرفة جديدة إلا لاقى الأمرين من أقرانه في العصر الذي عاش فيه، لأن هذه طبيعة الإنسان، يعني يكره خاصة إذا تملك معرفة معينة وجاء أحد وقال له لا في معرفة إضافية، فهو رد فعله الأولي أن يرفضها، أن يقول هذا الكلام غير صحيح، أنا تعلمت ووصلت إلى هذه المرحلة وما احتجت لهذه المعرفة الجديدة. وبالتالي هذا يؤدي إلى حرب، محاربة كل فكر جديد إلى أن يظهر مصداقيته، وتأتي أجيال لاحقة فتقرأ تقارن بين هذا وذاك وتقول لا هذا الكلام هو الأقرب للأصول وهو الأكثر إقناعاً، وهكذا تتقدم المعرفة. لذلك من يريد أن يطور لابد أن يعني يتحمل، من يريد أن يعيش حياته بدون أي نقد والناس كلها تحبه لن يستطيع أن يقدم جديد، كل جديد يحتاج إلى جرأة. طبعاً جرأة ليس بالتجرؤ على معاني راسخة، لكن من خلال كما قلت منهجية علمية لقراءة الأصول. الفرق بين الأحناف والمالكية هي قضايا تتعلق في المنهجية في الأصول، الأصول التي اعتمدوها لاستنباط الأحكام من مصادرها. النشاطات الأساسية، هناك ثلاث أنواع من النشاطات قام بها المعهد. الأول هي المؤتمرات والندوات الفكرية، وهذه ساهمت كثيراً في التقاء الباحثين وفي منح منصة لكل من يريد أن يطور ضمن هذا الاتجاه، محاولة
يعني توفيق أو تركيب الإبداعي لما هو تراثي خاصة على مستوى القيم والكليات ولما هو معاصر في مستوى المعرفة الجزئية المتنامية، معرفتنا بالجزئيات مثلا نظريات حول علم النفس أو الاقتصاد، تطور هذه العلوم بسبب تطور العلاقات وازدياد عدد البشر، طبعا التغير الكمي دائما يغير في النوعي، القرية التي يزيد عدد سكانها تكون مثلا 3000 ثم أصبحت مليون، هذه لم تعد قرية وما كان صالحا لها عندما كانت قرية لن يكون صالحا لها عندما أصبحت مدينة. فهذه قضايا العلاقة بين الكم والكيف وتنامي الحياة الإنسانية تحتاج إلى تجديد، من لا يجدد طبعا يسبق الجميع. المؤتمرات، أنا بداية تعرفي على المعهد كان من خلال مؤتمرات سمحت لي أن أقدم أوراق، كان من الصعب تقديمها في أي مساحة ثقافية أخرى، في أي منصة أخرى قد لا تقبل هذا النوع من التفكير، لأنه الانفصال واقع كان، يعني هناك الذي يتمسك بالتراث ويعض عليه بالنواجذ ويرفض أي تعديل ولو بسيط، لأنه من نحن لنعدل وهؤلاء العمالقة الذين عاشوا في الماضي. طيب، ربما نحن لسنا عمالقة لكن دعونا نعمل لإنتاج العمالقة، إلا سنبقى طبعاً نتغنى في الماضي وغير قادرين على امتلاك الحاضر وتطويره وإخضاعه للرؤية الرسالية المهمة والمفقودة في كثير من المناطق، خاصة في عالم المسلمين. مع الأسف بعض جوانب الرؤية الرسالية موجودة خارج بلاد المسلمين أكثر من وجودها في بلادهم، ولهذه أسباب داخلية وخارجية نعم، لكن لا زال البعد الداخلي أساسي وتطويره هو الذي يجب أن يعطى الأولوية. هذه المؤتمرات والندوات أدت إلى تطوير خطاب إسلامي معاصر، ونجم عنها طبعاً هذه الندوات كانت تولد عصف فكري، ثم يأتي الباحث ليقدم تصور تفصيلي منهجي من خلال ورقة علمية ينشرها في منشورات ودوريات المعهد. وهذا طبعاً النشاط الثاني المهم، أن المعهد أنتج كتباً باللغتين العربية والإنجليزية، لأنه مع الأسف كثير من الذين يعني وصلوا إلى درجة عالية من المعرفة في الدول الإسلامية مثل إندونيسيا أو ماليزيا لا يستطيعوا أن يفهموا اللغة العربية في هذا المستوى العالي من التفكير، لأن اللغة العربية لم تعد هي اللغة العالمية التي تعتمد في المعرفة كما كان حالها عندما كان المسلمون رواداً في المعرفة وفي الإبداع وفي تطوير الحياة. فهذه الكتب التي نشرها المعهد وهي بالمئات باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضاً أنشأ عدد من الدوريات باللغة الإنجليزية، كان هناك مجلة اسمها المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماع الإسلامية، تم تعديل اسمها مؤخراً وأصبحت المجلة الأمريكية للإسلام والمجتمع. وأيضاً أنشأ أعتقد في نهاية التسعينيات أو في منتصف التسعينيات من القرن الماضي أنشأ دورية باللغة العربية اسمها إسلامية المعرفة، وقبل سنتين تم تغيير الاسم إلى الفكر الإسلامي المعاصر. الفكر الإسلامي المعاصر. وطبعاً المعهد ساهم في تطوير دوريات أخرى، لكن من خلال مؤسسة لعلها أهم ما فعله أو من أهم ما فعله، لا أقول أهم ما فعله، وهي الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا طبعاً كان فيها عصر ذهبي، الآن تراجع قليلاً لأسباب سياسية وأسباب يعني ربما فيها بعد قومي أيضاً. الجامعة الإسلامية العالمية هي أولاً من حيث البناء، عندما تذهب لها بناء جميل، مدينة كبيرة، يعني الحرم الجامعي حرم كبير وكله موجود في منطقة واحدة،
وفي سكن جامعي هناك في لكل الطلبة في كل التخصصات تقريبا معظم التخصصات. كانت تجربة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا تجربة فريدة من نوعها، لأن المقاربة المنهجية اعتمدت على فكرة الجمع بين النظام التعليمي التراثي والحداثي، بين ما هو حديث وما هو موروث. وتم هذا من خلال طلب من كل الطلبة كان عليهم أن يدرسوا تخصص في مجال ربما في العلوم الحديثة وتخصص ثانوي في العلوم الإسلامية والشرعية. ومن يدرس العلوم الشرعية كتخصص أول لابد أن يأخذ مادة التخصص الثاني في السياسة، في الاقتصاد، في علم النفس، في علم الاجتماع، في أي علم آخر، في أي اتصالات، هناك قسم للاتصال أو لل يعني الـ IT، هذا ليس هو الاتصال، اسمه مش الاتصال، طب ما أدري ما هو الترجمة الدقيقة له في اللغة العربية. فإذا كان هناك فرصة للطلبة أن يطلعوا بطريقة منهجية ومن خلال تخصص إما أساسي أو ثانوي للمعرفتين، المعرفة التاريخية الإسلامية يعني علوم القرآن والحديث، وأيضا العلوم السياسة والاقتصاد، لكن ليس من خلال هكذا يعني فقط استئناس بهذا أو بذاك، لكن فعلا كان في منهج يعني متكامل. كان لي الشرف أيضا في المساهمة في تطويره. لعلي يعني أختم بالحديث حول الصعوبات والتحديات، وممكن اختصاره بأمرين. أولا هناك صعوبة بنيوية وثقافية، يعني على سبيل المثال المعهد العالمي لم يكن في الإمكان إنشاؤه في أي دولة عربية، لأن إنشاؤه في هذه الدول العربية خاصة قبل 20 سنة أو يزيد قليلا، كان يعني هذا إما لخضوعه إلى هيمنت النظام الحاكم وفرض يعني تفسيرات وشروط عليه، هذا إذا سمح له. طبعا معظم الأنظمة العربية هي أنظمة ما بعد الاستعمار، واستمرارها يتطلب منها أن لا يعني تهتم كثير بالعلوم الإسلامية، لأنه طبعا المستعمر أو القوى الكبرى ترى في هذا الإسلام أنه خلاص هذا للماضي، ماذا تريدون؟ لماذا تريدون يوم الإسلام؟ إحنا تركنا المسيحية وأنتم تتركوا الإسلام، خلاص خلونا ندخل في المعاصر. طبعا الآن الطريف أن هذا الأمر يتغير اليوم في الغرب، وأنا على اطلاع على آخر الكتابات والإنتاج، هناك حديث على ما يسمى ما بعد العلمنة، ويكتب في هذا المجال عدد كبير من كبار المفكرين الغربيين. لكن طبعا أي تطور في الغرب سيأخذ جيلين حتى يصل إلينا، ضمن أنظمة لا تتيح مجال لحرية الفكر ولا لحرية التفاعل. حتى اليوم أفضل أنظمتنا يعني التي هي ليست تحت حكم العسكر أيضا مساحة تجدها أحيانا مسيسة، يعني إذا اختلف رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مع مدير هذه المؤسسة خلاص انتهى أمرها، ربما تحل أو يعني تم توريطها في مسألة ما. وبالتالي كان لابد من البدء في كما قلت في المتحدة الأمريكية، لكن المعهد فتح فروع كثيرة. في العالم العربي هناك 3 فروع تقريبا للمعهد، فرع في المغرب وهو فرع نشيط، وفرع في الأردن، وترأس لفترة طويلة دكتور الملكاوي، وفرع ثالث في مصر، طبعاً ليس الآن لكن أيام حسني مبارك، طبعاً بعد ما بدأ تحت الضغط
الخارجي أن يخفف القيود على مثل هذه النشاطات. كان هناك فرع نشيط جدا في مصر، ومصر قدمت عدد كبير ممن أسهموا في هذا المجال، منهم الدكتورة منى أبو الفضل رحمه الله، توفيت قبل أعتقد ربما 15 سنة الآن مضى على وفاته، لكن كانت نشيطة جدا ومؤثرة. فكثير من الطلبة اليوم النابذين المفكرين المصريين في مجالات الفكر الإسلامي هم كانوا من تلاميذتها، منهم هبة عبد الرؤوف، منهم سيف عبد الفتاح، وعدد كبير من الأسماء التي ظهرت بسبب طبعا وجود جو معرفي في فعلا اكتساب لعلوم جديدة، وليس فقط إعادة تكرار ما هو موجود وما أنتجه طبعا الأقدمون. فإذا هناك كان صعوبات بنيوية ولا زالت، لكن وجد المعهد له فسحة كما قلت في بعض الدول العربية، وأيضا في دولتين أوروبيتين. في فرنسا كان له مكتب، أعتقد أغلق من فترة، لا زال هناك له مكتب في لندن، في لندن، في يعني مكتب نشيط جدا، وأيضا له 5 مكاتب ربما في آسيا، واحد منهم في الهند، واحد في بنغلاديش، واحد في أعتقد في تركيا، هناك أيضا ربما مكتب لكنه في تقديري نشاطه محدود. فإذا المعهد انتشر، لكن انتشار المكاتب نقل طبعا حرم الساحة الفكرية من هذه المؤتمرات الكبيرة التي كانت تعقد، على آخرها كان عقد في ماليزيا قبل بدء الصدام بين مهاتير وأنور إبراهيم في ماليزيا. أنور إبراهيم طبعا كان عضوا في مجلس إدارة المعهد ولا زال أعتقد إلى الآن، وكان له دور كبير في إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية، ولكن خصامه مع رئيس الوزراء ووضعه في السجن أدى إلى إغلاق المعهد. وطبعا السياسة في بلادنا لا زالت هي حجر، يعني حجر عثرة أمام التطور المعرفي والاقتصادي والاجتماعي. طيب، الآن في مشكلة أخرى طبعا واجه المعهد، وهو أنه باعتباره أراد أن يولد عملية تكامل معرفي بين ما هو تراثي وما هو حداثي، فيعني وجد أن هناك مجموعة قوية من الأشخاص والمفكرين والعلماء والمشايخ، وجدهم أصبحوا في صف الأعداء. يعني من طرف الـ يعني من عنده قراءة للنصوص، قراءة ظاهرية، قراءة سطحية، قراءة نصية، ولا يريد أن يعمل العقل في النص، كان يرى أن هذا الفكر فكر يعني ليس أصيل. يعني هو طبعا يريد أيضا يريد أن يتعلم العلوم التي طورها الغرب، فإذا هو أصبح يعني موضع شك عند من هو متمسك بالتراث ويرى أن الأقدمون ما تركوا لمن تبعهم شيء يبحثون فيه ويطورونه. في المقابل طبعا يعني واجه المعهد هجوم شديد من اليمين المتطرف في الغرب، ومكاتبه تعرضت لمداهمة في عام 2002 من قبل وزارة المالية الأمريكية. طبعا وزارة المالية في عندها، كل وزارة في أمريكا في عندها يعني وحدة أمنية، فهذه الوحدة الأمنية بحجة أنه في تهم أن هناك ارتباط بين المعهد والإرهاب، جاءوا وأخذوا كميات كبيرة من الصناديق للكتابات وأبحاث وكتب أعطيت للمعهد للنظر فيها لصلاحية للنشر، أخذوها. ويعني لمدة سنة كنا منشغلين في العمل الصحفي والنشاط السياسي
والحقوق من أجل الدفاع عن المعهد وعن الجالي المسلمي في أمريكا. أيضا من لأن المكاتب التي داهموها أيضا مثلا داهموا ما يسمى مركز المجلس الفقهي في أمريكا، أيضا كان موضع شك وشبه. طبعا الذي أثار هذه هي مجموعة صراحة من مناصرين اليمين الإسرائيلي حتى، وليس فقط إسرائيل، اليمين الإسرائيلي في غاية التشدد، لا يريد أن يروا أي أثر للمسلمين في الغرب، ويجدوا في ذلك خطر على مشروعهم التاريخي. طيب أنا أعتقد في هذه، يعني أنا درت الآن دورة سريعة حول المفاصل الأساسية التي ذكرت، وربما ولدت عدد كبير من الأسئلة، فيمكن الآن نتحول لتناول أي من أسئلتكم حول ما قيل، أو حتى ربما إذا كان في عندكم أي شيء آخر فسأحاول الإجابة عليه إن استطعت. الله يعطيك العافية دكتور، كان استعراض سريع وجميل، الله يجزيك ألف خير. السؤال الأول وارد الأخت رنا، السؤال موجه إلى الدكتور لؤي صافي بخصوص موقف المعهد مما أصبح رائجا في الفترة الأخيرة من الهجوم على التاريخ الإسلامي وتقديمه حافلا بالعيوب والثغرات والأزمات، وأن هذه الأزمات هي سبب الاستبداد الحالي الذي تعاني منه بلاد المسلمين، وأن الوضع الحالي إنما يعود سببه إلى الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وليس مرده إلى المستبدين الحاليين أو إلى الضعف الحالي للمسلمين فكرا وعملا. سؤال جيد، وأنا أتفق أن المشكلة ليس في المتقدمين، المشكلة فينا. يعني الذي عاش في القرن الثالث الهجري وتعامل وتفاعل مع قضايا مجتمعه ولم يقلد حتى من جاء قبله، يعني ما قلد التابعين، أضاف عليهم وقدم علوم التابعين لم يكن لديهم قدرة على فهمها أصلا. تطور المعرفة اللغة العربية لم تكن يعني دراستها ودراسة بنيتها الداخلية في هذا التطور الذي نراه ربما في القرن الثالث والرابع الهجري. أصول الفقه كانت بسيطة جدا في بداية يعني في عصر التابعين وعصر الصحابة، لكن الأجيال من انكبوا وأمضوا أعمارهم في البحث والنظر من أجل إفادة المجتمع والناس في عصرهم بشكل أساسي. أنت تستطيع أن تفيد الناس في عصرك، طبعاً يستفيد منك من يأتي بعدك، لكن فقط ليس لتطبيق ما قلته، لكن لاستخدامه كنموذج والنظر فيه وربما استصحاب بعضه وترك بعضه، لأنه كما قلنا أن الذي يصلح لكل زمان ومكان هو الكلي أو الرمزي. الشريعة فيها نوعين من المعارف، معارف رمزية ومعارف كلية. والمعارف الرمزية هي ما سماه العز بن عبد السلام الأحكام التعبدية، هذه أفعال رمزية لا يمكن تحليلها بطريقة يعني عقلية كاملة، ربما يعني قد يكون هناك إشراقات حول فهم بعض معانيها، لكنها طبعا هذه لا تفهم إلا بالممارسة. من يستطيع أن يفهم الحج فقط في قراءة كتاب عن الحج؟ لن يفهم شيء عن الحج. من يفهم الحج هو من ذهب إلى الحج وتفاعل مع الموقف ومع الموقع وما يوحي إليك به المكان وما تتفاعل معه من خلال الأذكار ومن خلال رؤية الناس من حولك يتفاعلوا معك وما تفاعلوا مع الرسالة. فإذا العبادات لا تفهم عقليا، تفهم من خلال الممارسة، لذلك نسميها أفعال رمزية، فيها رمز، هذه الرموز تحرك المشاعر وهنا يتجلى المعنى. لكن الشريعة فيها معاني، فيها نصوص لها معاني، ولا يمكن تطبيق النص دون فهم المعنى. من ينقل النص حرفيا هكذا ويطبقه وهو خارج دائرة التعبدي، خارج دائرة الرمزي، فهذا يعني ضرره أكبر من نفعه. وهذا ليس كلامي، هذا كلام ابن تيمية، لكن أتفق مع هذا الكلام. فإذا العيب ليس في المتقدمين، لا، هم بذلوا ما بذلوه
طبعا ليسوا جميعا، البعض بذل أكثر من الآخر، وارتقى أخلاقيا، فلم يكن همه طبعا إظهار أخطاء الآخرين لكن تقديمه مفيد، فاستطاع أن يتجاوز هذه الأنا التي أحيانا العلماء يمتلكوها بقوة، فتحول بينهم بين المعرفة. الأنا عندما تدخل في شيء في المعرفة تذهبها، لأن المعرفة تتطلب تواضع، تتطلب إنصات، وليس فقط كلام وتبجح في معرفة حصلت عليها. يعني إنسان سبحان الله، الإنسان مهما بلغ من العلم فعلمه قليل جدا، ولا يدرك ذلك إلا من تبحر في العلم. نعم. هذا ما أردت، هو ليس حديث عن ونقد للماضين، حاشا، يعني كلهم علماء أجلاء، وطبعا فضلهم كبير، وإحنا لازلنا نستفيد من تجاربهم ومن معارفهم، لكن الانتقاد للمعاصر الذي يقلد المقلد. وطبعا نحن نعرف أن الأقدمون لم يكن يجيزوا لعالم أن يقلد، العالم لا يقلد، وإذا لماذا هو عالم؟ واجب أن ينظر، هو يأخذ المنهج، يأخذ النص وينظر في واقعه ويجتهد ولو أخطأ، يجتهد طبعا بعد محاولة بذل الجهد للنظر بعمق وبمنهجية، وبعد ما أن يكون صادق في اكتساب المعرفة. ليس فقط أريد أن أحصل على اسم الدكتور أو كذا لأستخدمه كدعاية لنفسي لأدغدغ يعني أنا اللي عندي، لكن أنا أبحث وأدرس وأكتب وأقدم وأتوكل على رب العالمين، والله عز وجل يحاسبنا على إخلاصنا وصدقنا قبل أن يحاسبنا على عملنا. دكتور، سأجمع لك عدة أسئلة. ما علاقة المعهد فكرياً بالحركة الإسلامية الأم الإخوان المسلمين؟ ما علاقتها؟ ذكرت مصطلح ما بعد العلمنة، ما المقصود؟ ماذا تقصدون به؟ ونرجو الإضاءة أكثر على موضوع إسلامية المعرفة، أين الخطأ وأين الصواب في هذا المصطلح؟ ما هي النشاطات المستقبلية للمعهد؟ أنا لا أستطيع أن أتكلم شيء، أعطيني واحد واحد. نعم، ما علاقة فكر المعهد مع الحركة الإسلامية الأم؟ هلأ المعهد مستقل تماماً عن الإخوان، يعني ما في ارتباط بالإخوان، أو إذا كان في ارتباط أنا عشت مع هذه المجموعة فترة من الزمن ولم أستشعره. طبعاً هناك تشابه، يعني ربما الحركة الإسلامية في بداياتها هي كانت عنصر أساسي في توليد الاهتمام بالهوية والتراث، لكن كثيرون ممن تفاعلوا معها ربما لفترة من الوقت تجاوزوها، خاصة على المستوى الفكري، لأنه مع الأسف الحركة يعني أصابها شيء من 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 يعني أنا طالما السؤال سألتموني إياه فلا بد أن أتحدث، وربما يعني استفز بعض الحضور، لكن يعني ليس هناك مجاملة في المعرفة. يعني الحركة في صراحة ما أنتجت ولا اهتمت في تطوير المعرفة، هي كانت حركة اجتماعية حملت كثير من هذا البعد الصوفي، المعرفة الوجدانية المباشرة، وأرادت أن تعد جنود، لم تريد أن تعد مثلا مفكرين ومثقفين قادرين على يعني التأثير في محيطهم أن يصبحوا أقطاب في مجتمعاتهم. أرادوهم يكونوا عبارة عن جنود وعندهم قائد يقول لهم كذا يفعلوا، أو مجلس شورى. فكان في مشكلة، وطبعا في تجارب كثيرة، يعني حتى كان هناك محاربة لأي جهد آخر، كما نعرف ماذا حصل بحزب الوسط في مصر في أيام حسني مبارك، ومحاربة هذا العمل مع أنه كان عبارة عن توسعة لدائرة الحركة الإسلامية في مصر ما استطاعت أن تحتويها. فلا، ما كان هناك طبعا الإخوان، هناك طبعا بعض التجارب المرة أيضا، لأنه بعض طبعا أنا لا أريد أن أعمم، لأن الإخوان ليسوا صراحة كلهم يعني في مستوى واحد من السلوك والفهم،
بعضهم يعني عندهم شيء من الفجاجة أكثر من الآخر، وربما ضيق الأفق أكثر من الآخر. البعض طبعاً يريد أن يسيطر، أن يهيمن باسم الوحدة، فكأن الوحدة هي عبارة عن إيجاد بنية فيها مستبد عادل واحد، يعني إنسان يعتقد نفسه أنه عادل وعدل وخلاص هو يستبد في الأمر. هذا طبعاً فهم خاطئ لمعنى الحركة أصلاً. الحركة تحتاج إلى مرونة، تحتاج إلى 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 حوار، تحتاج إلى انفتاح، تحتاج إلى تعدد. فلا أقول حول هذا السؤال، المعهد كان ولم يزل مستقلاً تماماً عن كل الحركات السياسية الإسلامية، لأن الحركات هذه الإسلامية لا تستطيع أن تتعامل مع مركز معرفي يعني مستقل، لابد أن يأخذ توجيهات وتعليمات من جهة معينة. حتى فعلوها مع الـ مع الـ مع الرئيس الدولة المصرية، يعني أرادوا أن يتحكموا هم في القرار كحركة، بدلاً أن يتركوا لهؤلاء الشباب أن يقدموا طبعاً ما عندهم. عذراً يعني أنتم استدرجتموني إلى هذا المكان، لكن هذا هي أنا تجربتي ورؤيتي، أن العمل الفكري يحتاج إلى مساحة واسعة من الحرية، وهذه المساحة غير متوفرة اليوم لا عند الإسلاميين ولا عند العلمانيين في عالمنا العربي، لا في السودان عندما كان يحكم باسم الإسلام، ولا في إيران اليوم، ولا في أي مكان، ولا في مصر تحت السيسي. فهذا مشكلة ثقافية عندنا لابد من تجاوزها، وأرجو أن هذا الجيل الذي ثار على الاستبداد أن يتابع مسيرته ولا يتردد في طلب نظام يكون إنسان فيه حر يتكلم كما شاء، فإذا أخطأ واجهه شخص آخر بحوار إظهار خطأ، وهكذا تتعلم الناس من خلال الحوار والانفتاح وليس من خلال الضغط والتوجيه والترويع والتخويف. نعم. ما هي النشاطات المستقبلية للمعهد، ولماذا لم يأخذ مساحة كافية في مجال التعليم عن بعد في الفترة الأخيرة؟ هو المعهد صراحة مر في عصر في فترة ذهبية، وكان منفتح وكان هناك تفاعل واسع معه من قبل مثقفين مفكرين في العالم الإسلامي، يعني في العالم مش الإسلامي، في أوروبا في أمريكا. وفكر المعهد طبعا هو ما تفتقده شعوبنا صراحة، خاصة التيار الإسلامي. المعهد يريد أن يخلق عقلية منفتحة منهجية تتعامل مع الأصول كما تعامل يعني أولي العلم في 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 تاريخنا. لكن هي مرت في عصر الذهبي، ثم يعني ما أدري، ما أريد صراحة أني هي ربما أمر معقد. طبعا الواقع السياسي العالمي ربما له دور في هذا. محاصرة المعهد من قبل الإدارات الغربية والإدارات طبعا دول من بعد الاستعمار، التي إذا قال استعمار شيء هي أصبحت مرآة مباشرة. فأعتقد ربما هذا له دور، محاولة يعني جعل لقاءات تربط بين هذا التيار الواسع من المفكرين المثقفين وأساتذة الجامعات، لقائهم بشكل دوري. هذا أصبح ربما أصعب مع زيادة هذه الحرب على الإرهاب ودخول الحركات المتطرفة إلى الساحة وبدء العمل العنفي وإلى آخره. نعم. هل سبب الانقسام الحاصل في العلوم ما بين ما هو تراثي وما هو حداثي مرده إلى الاختلاف في المنهج والنظام المفاهيمي؟ فالتراثي غالبا له أسلوب استنباطي، بينما العلوم الحديثة منهجها استقرائي. عملياً لا يصح الفصل بينهما، كون المعرفة بأمور الحياة المعاصرة قد تكون ضرورة لإصدار الأحكام واستخدام القياس مثال على ذلك. هذا ما قلته. قلت أنه لا يجوز أن يكون هناك معرفة بنصوص دون معرفة بواقع، لأن أصلاً كل النصوص التي لدينا
أتت لتتعامل مع واقع. يعني النصوص الإسلامية ليست عبارة عن أدبيات، وليست هي نظريات معرفية. النصوص هي معاني كلية تم تنزيلها في واقع اجتماعي، ولا بد من فهم الكليات استخراجها من خلال هذه النصوص لتنزيلها في واقع اجتماعي آخر مختلف اختلاف قليل أو كبير عن ذاك الواقع. وهذا يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى معرفة الواقع. لا يمكن أن تحقق المناط إذا ما كنت فهمان أنت هذا المناط. مناط تحقيق المناط يتطلب فهم الواقع أو الشيء الذي تريد أن تحكم عليه. وكما تعرف يعني الفقهاء عندهم عبارة جميلة يقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فرع عن تصوره. إذا أنت مالك فهمان شأن اقتصاد تأخذ أحكام قبلية هكذا، يعني تستخدم ما يسمى الحس المشترك للحكم عليه، هذه طامة كبرى. نعم دكتور. السلام عليكم أستاذنا العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الجهود الجبارة التي تقدمها مؤسسة رؤية والدكتور لؤي صافي. سؤالي هو هل تعد إسلامية العلوم الإنسانية الغربية من محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة كما فعل الفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وغيرهم؟ أنا تكلمت عن هذا الموضوع باستطراد في كتاب اسمه الفكر والنهوض، كتاب من حوالي 600 صفحة. هلأ الفلاسفة عندهم جانبين، جانب يتعلق فيما كان يسمى بالحكمة الأولى أو الفلسفة الأولى، وهي معرفة البنية الغيب، يعني الإلهيات، البحث حول الغيب، ما هو الغيب، يعني النظر في ذات الله وفي المعاني الغائبة عننا. هلأ الفلاسفة صراحة نقلوا بعض كتابات اليونان، وهذه طبعا كتاباتهم كانت متأثرة بالتأكيد بدياناتهم وفهمهم للمعرفة الماورائية المبنية على خبرتهم الدينية. لكن أيضا نجد حتى ابن سينا أعتقد أحيانا هناك قسوة في الحكم عليه، لأنه حكم مبني على بعض ما كتبه وليس كل ما كتبه في الموضوع. وأنا أقول لكم أي إنسان يحكم على آخر من خلال نصوص مجتزأة من الخطاب الذي قدمه هذا الإنسان فهو غير منصف. لا يمكن أن تحكم على كتابة أي باحث أو عالم إلا بالنظر إلى مجمل نصوصه، ولأن كما تعلمون المعرفة البشرية لا يمكن وضعها كلها في دفعة واحدة. وأيضا من ينظر ويكتب يتطور مع الزمن، يعني لا قد يبدأ في نقطة ثم ينتهي في نقطة أخرى. فهناك شيء من هذا المقاربة التجزئية تبعيضية، يأخذ بعض الكلام ثم يستخدموه لمهاجمة الفلسفة. باختصار أنا أقول لك طبعا المسلمين شعروا منذ البداية، والمعتزلة بذلوا جهد كبير في هذا، طبعا هم منبوذون فيما بيننا اليوم، إذا أردت أن يعني تشكك في دين أحد تصفه بالاعتزال. وهؤلاء طبعا كان لهم دور كبير في تطور المعرفة الفقهية وأصول الفقه. صحيح أن أول كتاب في الأصول كتاب الشافعي، لكن تطور الأصول اعتمد على جهود المعتزلة، وجاءوا الأشاعرة وبنوا عليها صراحة، بنوا عليها، بل بعض ما قدموه هو ما طور المعتزلة أنفسهم، أخذوا منهم ثم شتموهم واحتفظوا بعلومهم. فنعم إذن طبعا أنا أجد أعتقد أفضل من كتب في هذا الموضوع الغزالي رحمه الله. الغزالي كتب كتاب لعله أهم ما كتب فيما يتعلق في الفلسفة الإسلامية. فيما يتعلق طبعا الفلسفة الإسلامية لها قسمين، في الفلسفة الطبيعية اللي صارت هي علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، هذه علوم فلسفية في الأصل. وهناك الفلسفة المتعلقة بالاجتماع، ما سمي فيما بعد علم الاجتماع، وطبعا المسلمين
يعني أبدعوا فيه. ابن خلدون إنجاز الذي قام به إنجاز رائع، وأعتقد إلى اليوم ليس فقط لم يفهم تماما، لكن ليس هناك جهود كثيرة للبناء عليه. هناك جهود للبناء عليه، لكن في كثير من التعامل معه بطريقة غير دقيقة. فهناك يعني أنا ضد من يأخذ موقف كلي من المعرفة. يعني مثلا اجتمعت مع إنسان من بلد طوالستان فكذب علي، اجتمعت واحد ثاني سألتني أنت اللي من طوالستان كذب علي، اجتمعت مع واحد ثالث كذب علي فقلت أهل طوالستان كذابين. لا، هذا صراحة ليس علما، هذا هو الجهل بعينه. فالفلاسفة لهم وعليهم، والمتكلمون لهم وعليهم، ما في إنسان علمه كامل، لا أبدا ما في إنسان. حتى الله عز وجل في كتابه أرانا وعلمنا درس أنه بيّن أن عليه الصلاة والسلام عنده أخطأ وانتقده في هذا الخطأ. فليس هناك إنسان فوق الخطأ، كل بني آدم خطأ، خطأ بالمعرفة وخطأ بالفعل أيضا. فلذلك الفلاسفة لهم وعليهم. أنا أرى أن ما كتبوه فيما يتعلق بالإلهيات، ما قدموا المتكلمون أفضل وأعلى. وبصراحة يعني شيء ملفت للنظر، في القرن الثاني الهجري رجل مثل الحارث المحاسبي كتب كتاب في العقل، صراحة رؤية عميقة كبيرة جدا للعقل، لم يستطع أهل اليونان يعني الوصول لهذا المستوى. فلسفة اليونان ما استطاع أن يصل إليه، لكن المحاسب بدأ هذا الاتجاه الجديد، وتم تطوير المعارف العقلية وفق طبعا نكهة إسلامية ورجوعا إلى المصادر المعرفية المعيارية الإسلامية. نعم. السؤال الثاني من الأخ منور، كيف يرى الدكتور القول الذي يقول ليس هناك حاجة لرفع شعار أسلمت المعرفة، لأن الإسلام لا يتطلب أكثر من أن تكون المعرفة صحيحة وصافية من الشوائب وبعيدة عن التحيز، إلى أي جهة قد تبعدها عن ميزانها العلمي الحيادي؟ نفس السؤال الأخ هنا يقول هناك رأي يقول بعدم وجود معرفة إسلامية، لأن المعرفة علم والعلم واحد. الأخ وليد، أنا كما ذكرت يعني تأكيد إسلامية المعرفة كعبارة مشوشة، لكن هو المقصود منها كان في بداية ما ذكرته، هو أن المعرفة الإنسانية تقوم على مقدمات قبلية، هذه المقدمات يعني مصدرها ما ورائي، يعني مصدر الطبيعة البشرية. ولذلك هذه المعارف ربما الوحي هو أفضل، الوحي الإسلامي هو أفضل مصدر لها، والحكمة القرآنية حكمة عظيمة، كلنا نعرف هذا خاصة من درس وقرأ، حكمة عظيمة. فما يتعلق في رؤية الكلية للباحث طبعا، لكن هذه المعرفة تحتاج إلى منهجية استخراجها، يعني ما أتي لنص مثلاً القرآن وأبني عليه معرفتي، لا هذا ليس علم، لأن القرآن في نصوص كثيرة لا يمكن أن تأخذ معرفة من نص واحد، والقرآن نزلت نصوصه في سياقات، لابد فهم السياق ثم البحث عن الكلي الذي يربط كل هذه السياقات وكل هذه المعاني ضمن قاعدة أساسية. وأنا من طلع على كتاب أعمال العقل، وأدعوكم إلى، أعتقد أعمال العقل هو جهد محاولة إيجاد تركيب إبداعي بين المعياري وبين الوضعي، بين التجريبي والعملي. هناك طبعا منهجية طورت، منهجية القواعد القياسية التي تعتمد على الاستنباط الكلي من النصوص ثم تنزيلها أيضا بمنهجية، يعني الاستنباط يحتاج إلى منهجية والتنزيل يحتاج إلى منهجية، والعقل هو الوسيط، لابد من عقل يفكر
إذا جمد العقل انسى أن هناك معرفة، هناك فقط عبارة عن تصبح حكواتي تنقل ما قاله القدماء وما قاله المعاصرون، أنت أصبحت عبارة عن راوي ولست عالما، لست قادر تقول هكذا قال فلان وهكذا قال فلان، لكن فلان الذي تذكره إما عايش في مكان آخر وفي في ثقافة أخرى وفي مرحلة تاريخية مختلفة عن مرحلتك فيما يتعلق في نهوض المعرفي والثقافي في مجتمعه، أو إنسان توفي قبل 1000 سنة وأنت لازلت عالة عليه. قوية هذه يا دكتور. دكتور لؤي، ألا ترى أن العقل العربي والمسلم ظل أسير الماضي والتراث والتغني بالأمجاد ولم يتفاعل مع عصره وقضاياه بشكل واسع، مما جعله يعيش الاغتراب والعجز عن المشاركة الفاعلة في العصر، فما زلنا ندرس قضايا لم يعد لها أثر وتأثير في الزمن الحاضر؟ فالله سبحانه وتعالى أعطى من الطاقات والاستعدادات والإمكانات ما يؤهل الإنسان للإبداع وعمارة الأرض ويمكنه، ولكنه يعطل هذه الإمكانات لأن الأسلاف قاموا بالدور بالنيابة عنه. من صاحب هذا القول؟ والله الاسم بلاكا كام، كأنه ما اسم يعني. طيب ما اسم مغير. اسم حركي اسم. أنا يعني أثني عليه ما شاء الله، خلص يعني ما عندي أي جواب. أنا أتفق مع كل ما قال. جميل الأخ فايز حرز. قالت. نعم. نعم. الأخ فايز حرز الله يقول: ما أسباب تكفير العلماء لابن سينا؟ في أخ محمد دردرة ينبه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ يا سيدي، وإنما العلماء قالوا أنه يعمل بخلاف الأولى، فأرجو الانتباه. ألم يخطئ عندما عبس وتولى؟ هذا سؤالي طبعاً، إذا عنده جواب يكتبه الآن. أو طبعاً يعني هي أخطاء طبعاً تتعلق بضغط الواقع. عليه الصلاة والسلام يعني إنسان عظيم، لا نشك أنه إحنا إذا اجتهدنا كل ما عندنا لنصل إلى جزء يعني متوسط ربما من أدائه، لا نستطيع أن نماشيه، خاصة في الظرف الذي عاش فيه، في التحدي الذي واجهه، في ثباته، في صبره، في الصعوبات التي مر بها، وطبعا في لحظات فيها أخطاء. والقرآن لم يكن يريد أن يحرجه، بالتأكيد الله عز وجل لم يكن يريد أن يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يعلمنا درس أيضا، حتى لا نصل إلى مرحلة تقديس الرسول كما قدست النصارى عيسى بن مريم عليه السلام. فهو بشر، عاش كبشر، وهذه الأخطاء ربما نحن ما نراها أخطاء، ما نشوفها، لأن نحن نساوي كل يوم أسوأ من هذه 100 مرة. أحيانا كم واحد يحتاج مساعدتنا من الجاهل، كم واحد يطلب العون ما نستمع إليه، نهتم فقط بأمورنا، كم أحيانا نحاول أن نأخذ دور واحد هو حق أن يكون الآن في هذا المكان أو في هذا فإذا هو ليس محاولة إظهار عيوب لكن إظهار بشرية. لكن بالتأكيد في هناك مواقع ما كان الرسول أن يكون له أسر حتى يدخلنا في الأرض. نعم. هل هذا خطأ؟ يعني نعم خطأ غير 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 يعني غير غير مباشر، يعني غير مقصود. والقرآن جاء ليعلمه أن هذا ليس حال الرسول في هذا المكان وفي هذا الموقع. نعم. فهذا الذي أقصده طبعاً. حاشا أن يكون عليه الصلاة والسلام يعني أخطاء مثل أخطاء الناس اللي أنا تبعهم كانت كبيرة وغير قادرين على ضبط النفس، فطبعاً انضباطه الأخلاقي عالي، والقرآن أثنى على أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. دكتور العلماء قالوا دكتور حتى الذين قالوا يخطئ لا يقر على خطئه، فالقرآن ينزل ويسدد، وبعض العلماء قالوا كما يعني تأدبا نقول خلاف الأولى، يعني هذا رأي الله العليم. دكتور يوجد سؤال لكن أعتقد أنه خارج مجال المحاضرة، هو أسباب تكفير العلماء لابن سينا. والله هذا نقطة مهمة، ربما الذي كفروا اللي نعرف أنه كفره طبعاً وصلنا كتاباته أبو حامد الغزالي،
وحكم بكفره لأنه قال إنه ابن سينا أنكر بعث الناس بأجسامهم يوم القيامة، وهذا غير صحيح. ربما طلع على طرف من كتاباته أو نقل إليه هذا الكلام، ما أدري من إجابه، لكن هو في ابن سينا كتب بصراحة إنه يعني الحشر لا مش، لكن هو في مكان ما ضمن محاولة التفكير تحدث على إنه هل يكون حشر الإنسان بدون جسد. لكن هو يبدو أنه من يقرأه بدقة ويصبر عليه قليلاً ويتابعه إلى نهاية كلامه يعتقد أنه البعث ليس بالأجساد هذه، يعني التي فيها كل السوءات وكل العيوب التي طبعاً هي جزء من واقعنا الإنساني، جزء من الامتحان والابتلاء الذي نحن فيه، وهي طبعاً مصدر الأمراض التي يعني أجسادنا هذه التي لا تتصف بالكمال اليوم. فهو اعتقد أنه البعث سيكون في بنية جسدية مختلفة، ليست هي البنية التي نراها اليوم. نعم، وهذا لا يتطلب تكفير صراحة. قد تخطئ، والتخطئ يعني نقد، قد تنقد وتظهر لماذا هو أخطأ، لكن تكفر هذا شيء كبير. وللأسف أحيانا علماءنا تعودوا بالماضي بسبب هذه الفرق واعتقاده أنه في بس فرقة واحدة على حق والكل في النار، وكل واحد منهم يعتقد أنه هو الذي على حق والباقي في النار. فهذا النوع من الثقافة ربما أدت إلى تجاوزات. وأنا كتبت في هذا الموضوع عندما يقول في التكفير، هو التكفير طبعاً ليس بطريقتنا المعاصرة، تكفير كالتكفير القرآني لمن يقول بأن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، لكن النصارى ليسوا كفار في الخطاب القرآني. عندما تعود إلى نصوص أخرى تتكلم على أنهم يعني يؤمنوا بالله، وأنهم من يعمل منهم صالح يؤمن وعمل صالح فسيدخل يعني يلقى من الله الجزاء الذي العادل ويدخل الجنة. فبالتأكيد الخطاب القرآني معقد، وربما استخدمه من هذا الباب، لكن أنا ما أكره هذا النوع من الخطاب. تخطئه لكن لماذا تكفره؟ الكفر أمر يتعلق في الضمير، ليس لأحد منا أن يكفر آخر، خاصة إذا كان الموضوع ظني وليس يعني من علمائنا. ابن رشد عندما كتب تهافت التهافت أظهر أن الغزالي وقع في بعض ما نهى عنه هو، يعني قال أنه هذه الأمور ظنية التي تكلم بها الفلاسفة، ثم في بعض المواقع قطع وهو ما قاله ظني لأنه مبني على استنباط عقلي. هذا جوابي حول موضوع التكفير. لكن ابن سينا ليس بكافر، صاحب فضل كبير، وفضله كبير على الغزالي نفسه. يعني هو المؤسف أن الغزالي تعلم منه الكثير، ثم يعني هل هو كفر ولا أحد من تلاميذه من نسخوا هذا الكلام ما ندري، لكن قد يكون فعله هو. لكن نظن أنه ربما فعله بطريقة أنه ليس التكفير القطعي الكامل، لكن في هذه الجزئية. نعم دكتور، سؤال: المؤتمر المشهور الذي أقامه المعهد في القاهرة في التسعينيات مع الدكتور المسيري عن قضية التحيز، هل لكم تعليق عليه؟ رحمه الله أخونا المسيري، رجل يعني بذل جهد كبير في مراجعاته، لعله أهم ما ترك هو الموسوعة الصهيونية، لكن عنده قراءة جيدة في قضايا العلمنة أو العلمانية والعلمنة العلمانية الشاملة والجزئية وكل هذه التفاصيل. أنا مقاربتي يعني تقدر مفيد يعني، أنا كتبت في العلمانية لكن بطريقة مختلفة قليلاً عن نقده، يعني عندي نقد للعلمانية لكن من زاوية مختلفة. رجل فاضل ورجل اجتهد طبعاً مثل أي إنسان يجتهد، يعني له عليه،
وأنا لي وعلي وكل إنسان له وعليه. فلكن هو أعتقد في كثير مما قدمه للمكتبة العربية والإسلامية يعني في إثراء للمكتبة. ما الفرق بين الحوار حول هذه القضايا؟ يعني بماذا اختلفتم حول العلمانية دكتور؟ أهم نقطة يعني بين أطروحتكم وأطروحة المسيري؟ لا، ما اختلفنا حول العلمانية، اختلفنا في المقاربة، مقاربة العلمانية. يعني أنا بالنسبة لي العلمانية هي حركة تاريخية بدأت بمحاولة إيجاد مساحة حرة في الفضاء العام بحيث لا تتسلط عليه طائفة أو مجموعة دينية معينة. يعني يأتيك واحد إذا كان مثلاً الناس في أغلبية شيعية، لا خلاص هذه هي الدائرة، ما بتحكي إلا بهالطريقة هي. فهم يعني في بداية كان محاولة لإيجاد مساحة للنقد الفكري، نقد السلطة ونقد الفكر الديني ونقد كذا، لكن تطورت إلى دين في النهاية. يعني العلمانية اليوم اللي نراها في فرنسا هذا دين، هذا مش علمانية بالمعنى الأساسي للعلمانية، إنه لا يجوز للدولة أن تفرض دين على المجتمع ولا أن تحول دون الممارسة الحرة لدين من الأديان ضمن المجتمع. وأعتقد ما هذا التصور يتوافق مع تاريخ المسلمين. المسلمين تركوا مساحة لغيرهم، ليس فقط يؤمنوا لكن يفعلوا. يعني كان مثلا النصارى واليهود كان لهم استقلالية قانونية، استقلالية إدارية، استقلالية أخلاقية. عندما أراد المسلمون في القرن الهجري الثالث في شمال العراق أن يمنعوا قرية مسيحية من تربية الخنازير وصنع الخمر، فرفعوا شكوى للمحكمة، وكان القاضي الذي نظر فيها هو محمد بن حسن الشيباني، فحكم لهم، قال المسلمون لا يجوز لهم أن يفرضوا دينهم وعاداتهم على غير المسلمين، لأن الذي بيننا وبينهم عقد ذمة أنشأ علاقات سلام على أن نتركهم وما يؤمنوا به، ما نفرض عليهم نحن ممارساتنا وأخلاقنا عليهم. فهذا النوع من الدائرة اللي فيها حرية للإنسان ويمكن أن يقبل يعني يغير دينه فيما بعد لكن بمنتهى حريته بدون ضغط. وبصراحة هذه المقاربة سمحت لانتشار الإسلام ودخول عدد كبير من الناس فيه بسهولة، لأن الإنسان حتى لو تريد تعطيه دواء لكن واحد يمسك له تمه يفتحه بالقوة والثاني يحطه يعني يرفضه. صحيح، يرفض. وبالتالي لابد من دائرة الحرية. هكذا كانت في الأصل العلمانية فكرتها، وأعتقد هي تأثر بالمجتمع الإسلامي، لكن مع تطور الزمن أصبحت معادية للدين، صار في عداء للدين خاصة في أوروبا. في أمريكا الوضع أفضل، لكن خاصة في فرنسا شوفوا الآن ماذا يحصل في فرنسا. يعني الآن الحكومة الفرنسية تغلق مسجد لأنه إمامه انتقد ولم يشارك، انتقد سلوك هذا الأستاذ. طبعاً إدانة الجريمة مطلوبة، لا يجوز أخذ نفس فقط لأنه والله آذاني أو فعل شيء أكرهه، لكن هذا الذي حاصل اليوم في فرنسا مع أسف في جهل من جميع الأطراف. جزاكم الله خيرا دكتور، بقي معنا دقيقتين، فإذا أردت أن تتكلم بكلمة أخيرة حياكم الله. يعني أعتقد أفضل ما أقوله في الختام أني أتشكر مركز رؤية للفكر لأنه سمح لي أني أتحدث مع هذه الثلة الطيبة. أعتقد كان في دخيل على هذه الثلة في البداية أراد أن يؤذي لكن لم يؤذي إلا نفسه. لكن هذه ثلة يعني ثلة طيبة، نرجو أن يكون يوجدوا فيما قلت شيء مفيد، فإذا وجدوا شيء مفيد فليدعوا لي، وإذا وجدوا شيء سيء يعني أيضا يدعوا لي بالرشاد وبالمغفرة.
دكتور، في سؤال غفلت عنه مهم الظاهر. العلمانية عند المسيرة تتعلق بالمرجعية النهائية أو النيابية، النهائية مكتوب الله العليم، هي هل مرجعيتك هي من داخل المجتمع الإنساني أم هي من خارجه؟ نظرتكم دكتور لؤي للعلمانية تتعلق بالفضاء السياسي العلمانية أو لنقل لبعض تطبيقاتها؟ ما أدري إذا السؤال واضح. يعني ما ليس تماما، لكن سأجيب بقدر فهمي له. يعني أنا المرجع الذي أرجع إليه هو تختصر آية قرآنية جميلة رائعة، تقول هذه الآية وكلكم تعرفونها، تقول أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فأنا مرجعيتي هي أننا، وهذا هو المحكم في القرآن، كل ما يتعلق بالقيم هذا يتحدث عن أن الإنسان مفطور على قيم، جاءت الرسالة لتأكيده، فمن التزم بهذه القيم التي توافقت مع الرسالة فهذا هو الدين القيم. هذه مرجعيتي الأساسية. طبعاً هي المعاني الكلية الثاوية في النص القرآني، والنموذج نماذج الجميلة التي تركها لنا تاريخنا، أولها طبعاً نموذج النبوي عليه الصلاة والسلام، يعني سلوكه وحكمته وتعامله لازلنا نتعلم منها كثير. لكن فيما يتعلق في العلمانية، يعني أنا أعتقد نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشيء من التشنج، لأننا طبعاً نحن لا نريد أن نعيش في مجتمع يأتي الحاكم يقول لك ما يجوز أن تقول وما لا يجوز. الحاكم وحتى العالم ليس له سلطة على الناس، الحاكم يطبق القانون المعتمد وهو في دائرة من الدوائر يمثل إجماع، إما إجماع الناس أو إجماع من ينوب عن الناس في اتخاذ القرار. هذا واجب الحاكم، لا يحكم برأيه وبعقله. وواجب العالم أن يرشد ولا يفرض ولا يكفر ولا يعني يقول هذا مؤمن، هذا الرئيس مؤمن وهذا الإنسان كافر. هذا ليس مهمة العالم. العالم يبين الحق، يبين للناس الحق، ثم الحق جزء منه. النص القرآني قال لنا ماذا نفعل، أننا عندما نختلف مرجعنا إلى الله، ثم مرجعكم إلى الله فينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون. مو حد بدنا يأخذ يعني مقام الذات الإلهية ثم يحكم على مصير الآخرين وعلى بدون أي قواعد يعني مقبولة ومتعارف عليها ومجمع عليها. فهذا هو هذه هي أعتقد القضية اللي عندي، أننا وبالتالي المحكم في التنزيل هو لا يتعلق في أمور تصورية، اللهم إلا الإيمان بأن خالق هذا الكون واحد، وهذه معرفة فطرية وليست فكرية، وأن هذا الكتاب من عند الله، هذا جعلك مسلم، هذا كتاب من عند الله وأتى به رسول، أؤمن برسالته لأني أؤمن بأن هذا الكتاب ليس من صنع بشر. ثم هذا الكتاب، ما هي كليات الكتاب؟ عندما العلماء بحثوا ونظروا وجدوا أن كل ما في الشريعة ينتهي إلى كليات أو مقاصد خمسة. ثم جاء العز بن عبد السلام وطوى كتاب أنا أنصح بقراءته، صعب هو حاجة إلى الصبر، اسمه القواعد الكبرى أو قواعد الأحكام. وهذا الكتاب يقول في بدايته في تعريف الشريعة: الشريعة كلها نصائح بجلب المصالح ودرء المفاسد. هذين المبدئين، جلب المصالح ودرء المفاسد، كل كتاب يظهر أن الشريعة كلها يقوم عليه، لكن يفصل في هذا. هذه يعني مرجعيات ليست صعبة
لمن ينظر ويبحث، وهذه مرجعياتي. فأنا أريد أن أعيش في مجتمع ما يأتي واحد لأنه سمع كلامي الآن ما أعجبه يقول خلاص هذا الإنسان كفر، زوجته تحرم عليه ولا يجوز الاستماع له. لا، هذا ليس مجتمع عقلاء، هذا مجتمع مستبدين، وهذا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. هذا الاستبداد الذي موجود ليس في الدولة فقط، لكن موجود في المؤسسات، رئيس المؤسسة مستبد، رب المنزل مستبد، العالم مستبد. إذا ما عجبوا كلامك حطك في النار، بينما الحاكم يحطك في السجن. هذا النوع من المجتمع هو الذي وصلنا إلى ما نحن فيه. نريد أن نعيش في مجتمع حر، والحر هو الذي قادر على الإيمان. أما الذي يعيش في خوف، في مخاوف، ودائما خايف من كل شيء، هذا لن يكون مؤمن حق، لن يكون مؤمن قوي، لن يحمل الرسالة بمعنى أخرى، وهي رسالة عظيمة ونحن لا نحملها الآن مع الأسف، أو كثير منا لا يحملها. صحيح. حتى لا أعمم، بعضنا يحملها إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزيكم الخير دكتور في نهاية هذا اللقاء. في الإجابة الجميلة التي أعجبتكم دكتور، صاحبها هو الأخ بالقاسم شنيب من تونس، فيتساءل لماذا رفض الدكتور الإجابة. أقول للأخ بالقاسم لأنه أعجب بالمداخلة كثيرا، فهو موافق لها، ولذلك صحيح. أنا وافقتك. نعم، جزاكم الله خيرا دكتور، إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله نستضيفكم ونستفيد من خبرتكم وعلومكم. الله يسلمك يبارك فيك وبجميع الحضور، جزاكم الله خير.